الحوار حلو حليناه ازاي؟ لو تم تغيير عمارة دي من سنة 50 واتغير العقد بعديها ب 30 سنة مثلا سنة 30 بنلزم المالك بيدفع 20% من القيمة السوقية من ثمن الوحدة لان طيب. معنى انه خد القلوب يعني احنا سواء في محل او في شقة. طيب يعني احنا ننتظر ان شاء الله في دور الانعقاد القادم من لجنة الاسكان تقديم مشروع قانون ان شاء الله بإلغاء الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية واستبداله بقانون العوائد حضرتك شرحته انا لا مش كلجنة اسكان انا كنائب بس عادي كنائب بس مش كلجنة مش كلجنة بس معاك دعم من اللجنة انا قاعد عليهم لسه باعتقادك هيوافقوا والله دي ايوه بقى لسه بقى ان شاء الله بشكر يوم. حضراتكم بشكر حضراتكم وقانون الإدارة القديم هيتناقش برضو في الدور الاعقاب القادم وهو وقانون 119 كمان قانون المخالفات بناء الموحد بناء الموحد وقانون المخالفات ده مهم جدا بقى بس بقى صعب بعدين ان شاء الله نفرد له حلقه خاصه ده مهم جدا ده ان شاء الله بشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معانا بشكرك سياده المهندس معتز محمود رئيس لجنه الاسكان بالبرلمان شكرا لحضرتك والمهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات شكرا لحضرتك بشكركم على حسن المتابعه غدا ان شاء الله لنا لقاءات مهمه جدا ونتحدث عن الجامعات الخاصه هل الجامعه الخاصه بتقدم النهارده التعليم اللائق المطلوب لاولادنا ولا هي بزنس وبس غدا ان شاء الله في تمام العاشره مساء اشكركم على حسن المتابعه تحياتي منى فاروق اصبحوا على خير هذا البرنامج برعايه